كيف ترى المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة بعد اليوم، وخاصة أنه قرار المحكمة الاتحادية ملزم التنفيذ لكافة السلطات والكتل والأحزاب العراقية؟ يعني حقيقة علينا أن نتكلم بموضوعية، علينا أن نتكلم بوضوح أكثر. يعني القادم لا سمح الله سيكون أسوأ. اليوم عندما أعطيك مثالا بسيطا، يعني هذا تعبير مجازي، من أمن العقاب ساء الأدب. بالتالي اليوم لدينا مفصل في وزارة معينة قد خرق العمل القانوني والإداري في هذه الدائرة. ألا يعاقب من أجل إصلاح نفسه؟ بالتالي اليوم لدينا برلمان قد خرق البنود الدستورية، لا يستطيع القيام بعمل ممكن أن خلاله أن يقدم للمواطنين الذين انتخبوهم. بالتالي المحكمة الاتحادية اليوم أشارت إلى هذا الموضوع. اليوم البرلمان انتفت الحاجة لوجوده، هنالك شارع غاضب الذي هو انتخبه قد خرج عليه، هنالك اختراق البنود الدستورية. نحن نتكلم عن الجزاء، يعني نتكلم ما هو الجزاء، من يعاقب البرلمان إذا ما يعني استمر بهذا الخروق الدستوري، من يعاقبه؟ هل يبقى الموضوع بهذا الحال؟ هل يعني يذهب الموضوع إلى الشارع وإلى المظاهرات ونحن كنا قاب قوسين أو أدنى من أن تندلع حربا أهلية؟ بالتالي نحن كنا نتأمل بأن المحكمة الاتحادية، نعم هي ليس من اختصاصها، لكن أن تعطي توضيحات ممكن أن تقف على الحياد، نعم، لكن ضمن الأطر القانونية والدستورية لإيجاد حل. هنالك يعني رؤية يعني ممكن أن تتحقق وممكن أن لا تتحقق. يعني هنالك احتمال يعني أنه في نهاية هذا الشهر ممكن أن المحكمة الاتحاد تنظر في دعوة إعادة النواب الصدريين، يقال أن هنالك بعض المنافذ القانونية ممكن أن تنظر فيها المحكمة، أن التوقيع الاستقالات حدث في أثناء الفترة العطلة التشريعية، النائب الأول رئيس مجلس النواب يجب أن يصوت عليه. يعني هذه الثغرات إذا ما رأت المحكمة الاتحادية أن هنالك جانب قانوني ممكن أن تعيد النواب الصدريين، ممكن أن هنالك يعني نرى أن حلا قد يكون داخل قبة البرلمان.